فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول امرأة فقيرة تصدق عليها من قبل امرأة أخرى بشاة مذبوحة، وقالت لها خذي منها وتصدقي بالباقي على المحتاجين. المرأة الفقيرة وضعت اللحم تقول في الثلاجة، وتعطلت الثلاجة فتلف اللحم. سؤالها هل عليها ضمان لذلك اللحم؟ لا، لم تفرق، هي لم تفرق، ليس هذا من فعلها، هذا تعطل الكهرباء وليس من فعلها، ليس عليها ضمان، ما على المحسنين من سبيل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.